ما احتجتش افكر كتير عشان اقرر ان انا اسيب كل حاجه ورايا واقرر ان انا اروح روسيا. المشكله التانيه بقى، انا هعمل ايه مع امان ومع استاذ نافذ؟ اكيد لو قلت لهم ان انا مسافر روسيا عشان احضر كاس عالم يبقى انا كده فعلا بستهبل. فكرت ان انا اقول لهم ان انا عندي ظرف طارئ جدا في مصر وان انا لازم انزل اشوف اهلي، هقعد بس اسبوعين هناك وهرجع على طول. نفس الكلام عملته مع استاذ نافذ في المحل بتاع ليفربول، وده كان اكتر مكان انا قلقان منه وحامل هم. الناس كويسين جدا وانا ما صدقت اصلا ان انا الاقي شغل، وما كنتش ضامن ان انا لو مشيت حتى لو فترة الاسبوعين دول ان انا هرجع اصلا الاقي مكان. وفعلا اللي كنت خايف منه حصل. بمجرد ما رجعت سيدني كلمت استاذ نافذ تاني عشان اقول له ان انا وصلت بقى وان انا جاهز اشيل شغل وان انا ممكن انزل حتى النهارده بالليل لو يحب. قال لي والله يا ادم مش عارف اقول لك ايه، بس الحاج امين هو شايل المحل بقاله اسبوعين شغال طول الاسبوع، ولما اتكلمنا معاه قال ان هو ما عندوش مشكله ان هو يكمل شغل طول الليل يعني طول الاسبوع، ومش هيحتاج اي حد ان هو يساعده. قفلت معاه وانا عمال اقول لنفسي شفت، قلت لك لو سافرت حتى لو فترة الاسبوعين دول هترجع مش هتلاقي الشغلانه اللي انت اصلا ما صدقت لقيتها دي. ما تلومش اي حد غير نفسك بقى، انت اللي تستاهل. رجعت تاني لنقطة الصفر وكأني لسه واصل البلد لسه حالا، لا شغل ولا أي خطة ولا أنا عارف أنا عايز أعمل إيه. يمكن ساعتها كانت الدنيا أسوأ كمان مما أنا كنت لسه واصل أستراليا، لأن لما كنت واصل كان معايا 2,000-3,000 دولار تقريبا، كان المبلغ ده ممكن يكفيني شهر مثلا أو شهرين، لكن أنا لما كنت راجع من روسيا كان المبلغ اللي معايا كله مثلا 200-300 دولار اللي هم بالعافية يكفوني حوالي أسبوع 10 أيام كمصاريفي أكلي وشربي ولو في شوية مواصلات خفيفة، وكمان فلوس الإيجار اللي أنا كنت بدفعها في الأوضة أو الحق اللي أنا كنت قاعد فيه في ميريلاندز ده. فالفلوس كلها كانت تقضيني بالظبط أسبوع بالعافية، ولو أنا ما كنتش لقيت شغل خلال الأسبوع دوت يعني كنت هترمي في الشارع وهشحت حرفيا. قلت لنفسي ساعتها أنت معاك أسبوع اتشقلب بقى وحاول تلاقي شغل في أي حتة. أول واحد جه على بالي إن أكلمه ساعتها وأشوف لو عنده شغل كان أستاذ مؤيد، الراجل اللي هو الأردني اللي أنا كنت شغال معاه في المحلات بتاعته اللي موجودة في السيتي، واللي مشاني بعد ما في واحد تاني برضك أردني إدى فيا أسفين كده إني بعمل انترفيوهات في وقت الشغل. ما كنتش عاوز أكلمه الصراحة عشان ما كانش عجبني الطريقة اللي هو أصلا مشاني بيها قبل كده، بس ده ما كانش وقت إن أنا حبيبها ولا مش حبيبها، كان لازم ألاقي شغل بأي طريقة. قلت لنفسي اركن كرامتك دي على جنب شوية، أنت كلها أسبوع واحد أصلا وهتبقى في الشارع. كلمته إزيك أخبارك إيه، وسألته ساعتها إذا كنت محتاج يعني إذا كان محتاج أي حد يشيل معاه شيفتات يعني خلال الفترة دي، إن شاء الله حتى شيفت أو شيفتين خلال الأسبوع بس أنزل أسد فيهم لأن أنا محتاج الشغل. بس ساعتها للأسف قال لي معلش والله أنا مش محتاج أي حد دلوقتي. تاني واحد كلمته كان رامز، وده كان حد من أصحابي اللي موجودين معايا في مصر يعني، كان هاجر هنا هو وعيلته قبلي بحوالي 2-3 سنين وكان عايش في سيدني وشغال في المجال بتاعي، وكان اشتغل ساعتها كان هو شغال في شركة صينية مشهورة جدا اسمها هواوي، الشركة اللي هي المشهورة جدا اللي بتصنع الموبايلات والمحمول والحاجات دي كلها. وانا اول ما وصلت كنت كلمته وعرفته ان انا جيت هنا، وكمان كنت بس يعني رميت له السي في كده يعني بعته له بحيث لو حاجة فتحت عندهم يحاول يسقني السي في كده ويكلموني لو هم محتاجوا حد عنده. قلت له يا رامز والله الصراحة الدنيا ملطشة خالص معايا يعني، انتوا يا ابني ايه الدنيا عندكم، اخبار الدنيا والشغل عندكم ايه، مش محتاجين اي حد الفترة دي؟ قال لي والله يا ادم كنا محتاجين فعلا من فترة كده من حوالي اسبوع او اسبوعين احتاجنا حد، بس للاسف اتظبطت واتطبخت من جوه كده، الاتش ار اوريدي كان عنده سيفيهات وكمان كان يعرف حد يعني، فجاب ناس عملت انترفيوهات ومن ضمن الناس دي اختاروا حد خلاص يعني، فاحنا والله مش محتاجين اي حد دلوقتي ولسه شويه عبما نحتاج حد جديد يعني، الدنيا بتاخد وقت شويه، بس على العموم والله لو في حاجه انا هقول لك يعني، وكده كده ابعت لي السي في الابديت بتاعك دلوقتي بحيث لو حاجه فتحت خلال الفتره دي احاول ابعته ان شاء الله للاتش ار ويكلموك لو فيها فرصه او في نصيب يعني ان شاء الله. قفلت مع رامز وبعت له السي في، وبعد كده على طول قمت مكلم امان. ازيك يا امان اخبارك ايه، انا رجعت خلاص من السفريه اللي انا فيها، بس الفتره اللي انا سافرت فيها دي ما جاليش اي مكالمات خالص، ومن ساعه ما رجعت هنا بقى لي كذا يوم برده المكالمات قليله قوي، ايه اللي بيحصل؟ قال لي لا ما تقلقش ده السوق بس نايم شويه الفتره دي، بس ما تقلقش انا كده كده ببعت يعني، فخلينا نصبر شويه ونشوف. احساس انك وصلت للقاع وان مفيش حاجه تانية تنزل لها تحت احساس صعب جدا، وكان اول مره احسه. خلاص لا شغل ولا فلوس وقريب جدا ولا سكن كمان. الاحساس ده بيشلك تماما، خصوصا لو انت مش قادر تتكلم وتطلع اللي جواك حتى مع اقرب الناس لي. اقرب الناس ليا هي امي، ساعتها ما كنتش عارف اتكلم معاها ولا احكي لها اي حاجه لان انا ما كانش ليا وش اصلا ان انا اقول لها الفلوس اللي معايا بتخلص، لان هي عارفه ونصحتني ان انا ما اروحش روسيا، بس انا طبعا ركبت دماغي يعني ان دي مره في العمر، ولسه من اسبوع هي عماله تشوف صوري ان انا عماله اشتري حاجات وشايفه صوري في روسيا وان الدنيا جميله جدا معايا، وان انا رجعت دلوقتي ان انا احكي لها اللي انا حاسس بيه وان انا مش لاقي شغل والدنيا سواد وان الفلوس اللي معايا بتخلص
وياريت يا أمي تبعتيلي فلوس عشان فلوسي كلها تصرمحت بيها وضيعتها في روسيا واشتريت حاجات. ما كانش ليا أي وش أصلا أنا أتكلم معها وأحكي لها أي حاجة من اللي أنا حاسس بيه ده. آخر أمل كان الجروب بتاع المصريين والعرب، الجروب اللي مشهور جدا على الفيسبوك اللي اسمه لاند داون أندر، وده فيه كل الناس اللي هاجرت هنا من سنين فاتوا وكمان الناس اللي لسه أصلا بتسعى في الهجرة. دخلت على الجروب واستنجدت بقى بكل الناس. يا جماعة أنا مهندس اتصالات وبقالي هنا 5 شهور كاملين من فبراير، اشتغلت فترة في محلات وعندي خبرة بسيطة، وأنا بدور على أي شغل كاجوال أو في مجالي أي حاجة، وأنا بجد محتاج الشغل دلوقتي جدا جدا. ياريت لو في أي حد يقدر يساعد أو حتى يوصلني بحد محتاج ناس هكون شاكر جدا ليه والله. كتبت البوست ده وفي خلال نص ساعة بالظبط جاتلي كمية مسجات رهيبة. لقيت ناس بعتلي أرقام ناس أصحاب محلات محتاجين ناس عندهم يعني يشتغلوا كاجوال، وكمان لقيت ناس بعتلي بتنصحني ان انا اخد كورس في حاجة او مكان او حاجة اسمها التيف، وانا ساعتها ما كنتش اسمع اصلا الاسم ده، ما كنتش اعرف ايه التيف ده اصلا. بعد ما سألت عرفت ان في كورسات بتتعمل للناس المهاجرين الجدد، الحكومة بتعملها هنا ببلاش للناس اللي لسه جاية جديد، بحيث تساعد الناس دي ان هي تكتب السيفي بتاعها اول ما توصل بالستاندرد الاسترالي، وكمان بتساعد الناس ان هي تدور على شغل في المجال بتاعها اول ما توصل. كل الكورسات دي واللي كان اشهرهم كورس اسمه السكيل ماكس بتتعمل في التيف دوت، وده كان زي حرم جامعي كده بقاعات وسكاشن كأنه كده جامعة صغيرة. طبعا عشان أنا كنت مستعجل ومتسربع إن أوصل هنا وسافر استراليا بمجرد ما جات لي الفيزا، ما كنتش محضر ولا مرتب ولا مجهز أي حاجة، ولا كنت أعرف أي حاجة أصلا على الحاجات اللي الحكومة بتعملها ولا الكورسات اللي الحكومة بتعملها للناس اللي لسه واصلين جديد المهاجرين بحيث تساعدهم إنهم يلاقوا شغل في مجالهم، ولا كنت أعرف حاجة عن التيف ده أصلا. استعجالي وسربعتي إن أنا أجي وأوصل هنا، وكنت عشمان ان انا هلاقي شغل في وظيفتي او الاقي شغل في مجالي اول ما اوصل، وللاسف مش ده اللي حصل. كل الاستعجال والسربعه دي خلتني ما جهزش ولا اعرف اي حاجه عن الكورسات دي، وضيع 5 شهور كاملين من وصولي هنا. بقالي هنا 5 شهور واول مره اسمع عن الحاجات دي. اللي بعت لي على الكورس ده قال لي لازم بس الاول تثبت انك مهاجر ومعاك البي ار البيرمنت ريزيدنس اللي هي الاقامه، فلازم تطلع حاجه اسمها يو اس اي يونيك ستودنت ايدنتيفاير، وده زي رقم كده لكل شخص هنا كطالب لو هيدرس ومش بيتكرر. فبالرقم ده تقدر تقدم على الكورس اللي انت عايزه في التيف دوت، والكورس بتاع السكيل ماكس اللي بيتعمل للمهاجرين اللي لسه جايين ده كان ببلاش تماما. بعدها على طول قمت داخل مقدم على الرقم اللي هو اليو اس اي دوت، واول ما طلع لي قمت باعت ليهم ايميل اسالهم ايه اقرب مكان، علشان التيف ده موجود في كذا مكان كده في سيدني كذا كامبس، فكنت عاوز اعرف فين اقرب مكان من مكان سكني، وكمان ايه اقرب ميعاد ممكن ابدا فيه الكورس بتاع السكيل ماكس دوت. تاني يوم الظهر ردوا عليا بالمكان اللي هاخد فيه الكورس دوت وايه الاوراق اللي انا محتاجه ابعتها للتقديم. بعت كل الاوراق اللي طلبوها وطلبت منهم يكتبوا اسمي في اول كورس هيبدا يوم 30/7، وردوا عليا ان اوكي تمام. طيب دي كده كانت خطوه كويس. اي نعم خطوه متاخره جدا لان انا بقالي هنا 5 شهور والكورس بيتعمل للناس اللي لسه واصله، انا اتاخرت ان انا اخش الكورس ده 5 شهور كاملين، بس الكورس ببلاش وهيساعدني ان انا اقدم على شغل. ولكن الصراحه ما كنتش متحمس له قوي لان الحاجات اللي انا قريتها ان الكورس ده بيعملها لك، انا اوريدي كان معايا امان اصلا بيعملها لي، كان ظبط لي السي في وبيبعت لي كمان على شغل، فما كنتش متحمس قوي ان انا احضر الكورس ده، بس قلت ما فيش مشكله روح وجرب مش هتخسر حاجه. من الناس اللي بعتت لي على موضوع الشغل الكاجوال ده كان لقيت حد بعت لي كده قال لي في حد اعرفه راجل مصري عنده اسمه محمد مرسي، عنده محل كده convenience store برضو نفس الشغل اللي انت يا ادم كنت بتعمله في ليفربول، بما ان انت عندك خبرة يعني نفس الكلام، هو محتاج عنده بس ناس تشتغل يوم او 2 في الاسبوع، والمحل بتاعه في حتة بعيدة شوية عن السيتي اسمها اولمبيك بارك جنب الاستاد الاولمبي بتاع سيدني اللي اتعمل زمان عشان يستضيف الاولمبياد سنة 2000. قال لي راجل كويس جدا وبعت لي الرقم بتاعه وقال لي كلمه زبط معاه كده وان شاء الله هترتاح معاه كده. كلمته والراجل الصراحة كان محترم جدا، سألني لو ممكن اجي تاني يوم عشان يشوفني ويوريني المحل ويعرفني الدنيا كده، وقال لي ان هو دايما هيمسك الشيفت بتاع الصبح وان انا همسك الشيفت بتاع من بعد الظهر لبالليل. رحت له تاني يوم والدنيا الحمد لله كانت كويسه جدا، وفهمته اني مهندس وان انا ممكن امشي في اي وقت لو جالي شغل في مجالي يعني، وهو ما كانش عنده الصراحه اي مشكله. المشكله الوحيده بس ان هو كان محتاجني في المحل عنده اشيل شيفت او 2 بس في الاسبوع، وده بالنسبه لي ما كانش كافي قوي لان انا كنت محتاج شيفتات اكتر شويه علشان اعرف اعيش. بعد اسبوعين لما لقى الحمد لله ان انا شغلي كويس قال لي ان في شريك لي اسمه ابراهيم عنده محل كده كونفينينس ستور لسه بيفتحه جديد في السيتي، وان هو هيحتاج حد عنده يعني يشيل المحل دوت،
هيمسك هو المحل وهيعمل الاوردرات وكل حاجه الشيفت بتاع الصبح ده، وهو اللي يفتح المحل كمان، وان هو محتاج الحد دوت يشتغل معاه 5 ايام في الاسبوع اللي هو تقريبا الاسبوع كله. وسالني هل انت عندك مشكله تحب تشتغل معاه يعني؟ قلت له اه طبعا انا ما عنديش اي مشكله، 5 ايام في الاسبوع حلو جدا، وكمان هشيل المحل ده، بالنسبه لي كان حاجه كويسه جدا. كمان تاني يوم على طول رحت على المحل اللي في السيتي، باين جدا ساعتها كان لسه المحل جديد وبيتجهز. لقيت شاب كده اسمه محمد باكستاني، وسالته فين استاذ ابراهيم، قال لي لسه ما جاش. مفيش 10 دقايق ولقيت استاذ ابراهيم داخل من باب المحل. سلام عليكم. عليكم السلام. ادم صح؟ ايوه استاذ ابراهيم. ايوه تمام. كان راجل محترم جدا وزي العسل من المنصوره، وكان طيب وغلبان جدا، كان بيحترمني جدا، مفيش مره نادالي فيها الا ويقول لي يا باشمهندس، عمره ما ناداني باسمي، دايما كان بيقول لي يا باشمهندس. بدات معاه والدنيا كانت كويسه جدا. اول كام يوم بس كان بيراجع معايا اسعار كل حاجه، الاكل والشرب واهم حاجه السجاير طبعا، علشان السجاير هي اغلى حاجه هنا في استراليا. بس ظهرت مشكله جديده وهي المشوار، ان انا لسه ساكن في ميريلاند حوالي ساعه من السيتي، وان انا كنت ماسك الشيفت بتاع 7 الصبح، فانا بحتاج اصحى حوالي 5:30 الصبح عشان الحق افتح المحل الساعه 7، وكمان استلم الجرايد وافرزها واحطها كمان على الرفوف. فالحل الوحيد كان ان اسيب الاوضه بتاعتي اللي انا عايش فيها في ميريلاند دي، وانقل واسكن في اوضه او اي حاجه في السيتي او اي مكان بس جنب السيتي، بحيث ابقى قريب من المحل. دخلت على جام تري، وده واحد من المواقع هنا اللي انت ممكن تاجر او تشتري من عليه اي حاجه، ودورت على اوضه على قد الميزانيه بتاعتي. طلعت لي اوضه تحت اسم صاحب الشقه، كان ساعتها الاسم نيك تقريبا، والشقه اوضتين في حته اسمها ماسكوت، وده حي في النص كده ما بين كل حاجه، 10 دقائق من السيتي و10 دقائق من الشاطئ. وكانت الاوضه ساعتها ب $225 في الاسبوع، شامله الفواتير من ميه وكهرباء وواي فاي وكل حاجه. كلمت نيك دوت وقلت له الاوضه متاحه يعني ممكن اجي اشوفها دلوقتي؟ قال لي اه تمام مفيش مشكله يا ادم. انت منين يا ادم؟ قلت له انا من مصر. قال لي طب تمام خلاص مفيش مشكله انا مستنيك. رحت هناك ورنيت الجرس، فتح لي واحد كده مليان شويه وبدأ، هاي انت نيك؟ ايوه انت ادم؟ اه تمام اتفضل. دخلت ولسه بتلفت في الصاله، وقبل ما اسال على اي حاجه لقيت فيه لوحتين كده برموز فرعونيه متعلقين كده على الحيطه فوق التلفزيون، وقبل ما انطق اي كلمه لقيت صوت من ورايا بيقول لي بالعربي بتاعنا المصري ادخل سلم على اجدادك. انا كنت مسبهل ساعتها ومستغرب قوي، بس هو لحقني يعني وقال ان هو مصري ومهاجر استراليا هنا من حوالي 12 سنه. قال لي كمان ان هو خلص جامعه امريكيه وبعد كده هاجر استراليا، وان هو مصري كمان، وكان بيعمل بس الحركه دي كده، قال يعني بيهرج معايا يعني بيهزر عشان عارف ان انا مصري، وقال لي كمان ان هو اسمه مش نيك اصلا. انا كنت مبسوط جدا وقتها، اخيرا لقيت حد مصري كده زي من مصر هعيش معاه وهتكلم معاه كده، وممكن ناكل كمان ونطبخ مع بعض اكل مصري. كنت متحمس جدا ان انا لقيت حد مصري وهعيش معاه وهتكلم معاه بالعربي كده كل يوم. كمان فكره ان هو بقاله هنا 12 سنه كاملين وانا بقالي 5 شهور، وان هو اكبر مني حوالي ب 8 او 10 سنين، فكنت حاسس ان انا ليا خلاص بقى فيه ونس كده، ان انا عايش مع حد بتكلم مع حد بالعربي، ممكن نقعد نتفرج على فيلم مع بعض، ممكن نطبخ مع بعض اكل مصري مثلا. كنت حاسس ان في حد مثلا اخويا الكبير ولا حاجه، في ونس، في حد هيخرجني هيعيش معايا في الفتره الصعبه اللي انا فيها دي. بس ساعتها انا كنت لسه ساذج ومغفل وهبل، ما كنتش اعرف وقتها اني قابلت اوسخ واحقر بني ادم انا شفته في حياتي. ما كنتش اعرف ان نفس الشخص الوسخ اللي قدامي دلوقتي واللي انا شايفه ده واللي عمال يضحك ويهرج ويبتسم هيبيعني بالرخيص وهيطعني في ظهري وهيخون العشره بعد اقل من سنه وفي عز ما انا هكون محتاجه. الغربه بتعلمك ما تحطش ثقتك ابدا في اي حد، حتى لو ابن بلدك وبيتكلم لغات وجامعه امريكيه وشكله نظيف كده وموجود في استراليا وبقاله هنا 12 سنه واسترالي ومعاه جنسيه، اوعى هيبيعك بالرخيص. اوعى تحط ثقتك في اي حد، اوعى تامن لاي حد. نقلت ماسكوت مع الحيوان ده، ومع الوقت بدات اعرفه اكتر. 38 سنه، كان مسلم والحد، اتجوز مرتين وطلق، اتجوز مره من واحده سودانيه وبعدها بفتره ما اتفقوش واتطلقوا، وبعد كده اتجوز من واحده مصريه وبرده حصل بعد فتره ما اتفقوش واتطلقوا، وجاب منها ولد زي العسل، عاشرته الفتره اللي انا كنت قاعد فيها هناك وحبيته جدا، وزعلت والله على الولد ده ان شخصيه زباله زي الشخص ده
يبقى ابوه. انا وقتها كنت متعايش معاه، ماليش دعوه بيه خالص، هو في حاله وانا في حالي. انت يا عم كنت مسلم ولا حد، دي حاجه تخصك، ماليش دعوه بيه. انت مطلق مرتين برضو، دي حياتك، انا ماليش دعوه، انا مالي. الغربه علمتني اخليني في حالي، طالما اللي قدامي ده مش بيعمل او مش هيعمل حاجه تضرني او تضايقني، فخلاص انا قررت ان انا اتعايش معاه، هو في حاله وانا في حالي. الشغل في المحل بتاع السيتي كان ماشي كويس، كنت انا اللي ماسك الشيفت بتاع الصبح، بستلم وبعد الجرايد وكمان بحاسب على الفواتير وبعمل الاوردرات لاي حاجه قربت تخلص من المحل، وبستلمها كمان لما بتوصل يعني، وبمضي عليها ان انا استلمتها، وبعدها كده بعملها زي جرد واتاكد انها تمام، وبسعرها كمان، وبعد كده بحطها على الرفوف. وكمان بقابل ناس سيلز كده، ممثلين شركات يعني، من الشركات اللي حابه تتعامل معانا وتبيع لنا يعني. وكمان ببيع وبشتري، واتكلمت مع استاذ ابراهيم وفهمته بس ان في ايام هكون عندي الكورس اللي انا هروح احضره دوت في الطيف، فمش هقدر اشتغل في المحل في الايام دي، وكان هو تمام جدا، قال لي مفيش مشكله خالص يا ادم. بعد شغلي اسبوعين في المحل الجديد بقى بتاع السيتي دوت، ونقلت خلاص في المنطقه بتاعه ماسكت دي بحيث ابقى جنب المحل الجديد اللي انا شغال فيه دوت. غالبا في اليوم ده كانت امي دعت لي في ساعه استجابه وبدون اي مقدمات. لقيت رامي صاحبي بيكلمني يوم الجمعه 13/7 الساعه 10 الصبح. ايه يا رامز، ازيك، عامل ايه، ازيك يا ادم، انا تمام الحمد لله. بقول لك ايه يا معلم، احنا عندنا احتاجوا حد عندي في التيم اللي انا شغال فيه في نفس المشروع هنا في هواوي، فانا بعت السي في اللي انت كنت لسه بعته لي دوت للاتش ار، وهم بنسبه كبيره قوي هيكلموك ان شاء الله النهارده. انا قلت اقول لك بس بحيث يبقى عندك فكره. ربنا يخليك والله يا رامز، الف 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 شكر ليك يا معلم. ان شاء الله اول ما يكلموني لو حصل اي حاجه يعني او اي جديد هكلمك ابلغك اكيد. وفعلا مفيش ساعه ولقيت رقم فعلا غريب بيكلمني. الو، ايوه ادم معايا، ايوه مين معايا، انا جزيب الاتش ار بتاع هواوي، ازيك يا ادم، عامل ايه، اخبارك ايه. اهلا جزيب، انا تمام الحمد لله كويس والله العظيم. وانا برد عليه حاسس ان انا بحلم، ما كنتش مصدق. اخيرا خلاص كده مفيش كاجوال تاني، مفيش مسح رفوف، مفيش تلميع ارضيات، مفيش تعامل مع ناس سكرانين ومدمنين جانكيز يخشوا عليا بالليل يحاولوا يسرقوني، او يخشوا عليا بالليل يتفوا عليا لو ما حبيتش ابيع لهم حاجه عشان هم معهوش فلوس. خلاص كده مفيش كل الكلام ده، كل ده هرميه اخيرا ورا ظهري. اخيرا خلاص هشتغل في المجال بتاعي، هيبقى عندي الشغل بتاعي العادي جدا في مكتب من 9-5 زي الناس الطبيعيين. وسط كل الاحلام اللي انا بفكر فيها دي هو بيقول لي ادم انت معايا، ايوه ايوه جسيب انا معاك، معلش انا معاك، انا سامعك. طيب انا هبعت لك ايميل النهارده بميعاد الانترفيو واللوكيشن بتاعنا، اول ما توصل اسال في الريسبشن على كيني، ده هو مدير المشروع اللي هيعمل معاك الانترفيو. اوكي اوكي يا جسيب، تمام، شكرا جدا جدا ليك. طبعا كل المكالمه دي حصلت وانا اصلا واقف في المحل عمال ببيع للناس، وناس عماله تخش وتخرج عليا، وكمان كان المفروض شغل انا لسه هعمله اصلا قبل ما اسلم الشيفت بتاعي، بس كل ده ولا كان فارق معايا ولا كان هاممني خالص. خلاص ساعتها حسيت ان انا خلاص اخيرا هاخد خطوه صح لقدام، وهبدا احقق اللي انا عايزه واللي انا اصلا جاي عشانه هنا. اخيرا بعد 5 شهور هنا هاخد خطوه صح وهشتغل في مجال. بعد ما كنت فاكر ان الدنيا خلاص اسودت في وشي، اخيرا الحمد لله في حاجه جديده وكويسه حصلت. كلمت امي عشان ابلغها وافرحها، كان نفسي احس ولو لمره ان هي موافقه على الخطوه اللي انا عملتها دي، وان هي شايفه اللي انا شايفه، ان انا هاجي هنا وهنجح. لان انا طول الوقت من ساعه ما جيت استراليا مع اننا بنتكلم كل يوم، عمري ما حسيت وهي بتكلمني. اي نعم كانت بتشجعني وبتحمسني كل يوم وتقول لي معلش اصبر وانا بدعي لك وان شاء الله ربنا هيوفقك، بس طول الفتره بتاعت ال5 شهور دولت ما كنتش بحس دايما من صوتها غير ان هي مش موافقه على اللي انا عامله، وشايفه ان اللي انا عمله ده ما كانش ليه اي داعي، وان انت يا ابني ما كنت قاعد جنبي وقاعد في بلدك، ايه اللي يوديك اصلا بلد لا تعرف فيها اي حد ولا بتتكلم اللغه، ايه اللي يجبرك على المرمطه دي، ما انت كنت قاعد جنبي هنا. عمري ما حسيت في نبره صوتها انها موافقه على اللي انا عملته وان هي شايفه اللي انا شايفه، فكان نفسي اكلمها وافرحها بحيث بس اعرف او احس من صوتها ان هي شايفه اللي انا شايفه وان هي موافقه على اللي انا عملته ده. كلمتها، ازيك يا امي عامله ايه، بصي بقى امسكي نفسك، انا الحمد لله جالي انترفيو في الشركه اللي صاحبي شغال فيها، شركه هواوي، وعندي انترفيو الاربع الجاي. برغم فرق التوقيت امي ما همهاش، مجرد ما قلت لها كده مفيش 3 ثواني وسمعت زغروطه في السماء على التليفون. ما كانتش مصدقه وقالت لي شفت، عشان انا لسه صاحيه من شويه ومصليه الفجر وعماله ادعي لك، الحمد لله ربنا استجاب لدعائي. خلصت الشيفت بتاع يوم الجمعه دوت، وروحت الاوضه بتاعتي في ماسكوت مع الحيوان اللي انا كنت عايش معاه دوت. علاقتنا كانت عاديه جدا في الاول وما كناش اصحاب خالص. صباح
الخير صباح النور. هو كان في اوضته او في شغله اغلب الوقت، وانا كنت اغلب الوقت اصلا قاعد جوه اوضته. من يوم الجمعه ليوم الاربع وقت الانترفيو انا قاعد بذاكر اي حاجه وكل حاجه. فرصتي بقى قلت لنفسي ما تضيعهاش من ايدك، بقالك هنا 5 شهور ودي فرصه زميلك جابها لك في الشركه اللي انت كنت شغال فيها في مصر في نفس الحاجات تقريبا اللي انت كنت بتعملها، مش هتيجي فرصه اسهل من كده. قلت لنفسي بقى خلاص كفايه مرمطه وشقف الكاجوال ده، دي فرصتك وانت محتاجها دلوقتي اكتر من اي وقت. يوم الاربعاء رحت المبنى بتاع هواوي في منطقه اسمها شاتسوود، عامله زي القريه الذكيه كده عندنا في اكتوبر، منطقه فيها اغلب الشركات الكبيره. وصلت المبنى والدور بتاع هواوي ودخلت الريسبشن وسالت على كيني، مفيش 5 دقايق لقيت واحد كده جاي لي، راجل كبير في السن طبعا وكور ببدله يعني مدير مشروع وبتاع، وطبعا صيني. اهلا ادم، ايوه انا كيني مدير المشروع. ودخلنا الميتنج روم ولقيت زي شاشتين كده موجودين جوه، ولقيت وشوش ناس موجوده على الشاشات دي، ففهمت ان هو زي كونفرنس كول كده ان الناس دي غالبا هتبقى معانا يعني. وفعلا بمجرد ما دخلنا وقعدنا عرفني بيهم وقال لي دول فلان وفلان ودول هيبقوا معانا يا ادم في الانترفيو. بدانا الانترفيو والحمد لله انا كنت مجهز تماما ومستعد جدا المره دي للانترفيو، وعلى عادتي كنت زي ما بعمل قبل كده كنت انا اللي بحرك الانترفيو زي ما انا عاوز، ارمي كلمه كده في وسط كلامي وانا بتكلم اطمعهم فيها ان هم يسالوني في التوبيك ده واللي انا محضر له طبعا جدا. وفعلا كانوا هم اول ما بيلاقوا التوبيك ده او الكلمه دي بيطمعوا قوي ومسالين لي فيها، طب كلمنا بقى عن الحته اللي انت لسه قايلها دي. وانا كنت بعمل حساب نفسي ان انا كاني مستغرب يعني، واقعد افكر كده قال يعني انا بستحضر المعلومات وبعدين اقوم راصص اللي انا عارفه كله، كل المعلومات اللي انا عارفها رصه كده، وكمان كان معايا ورق كده كنت واخده فكنت بطلع زي قلم كده واقعد اكتب عشان افتكر، وكمان ابين لهم ان انا فاهم. كل الحاجات دي كانت مهمه جدا ان انا ابين لهم ان انا الراجل بتاعكم في الوظيفه دي. كان ربنا موفقني قوي ساعتها وانا الحمد لله كنت حاسس بكده. الدنيا الحمد لله المره دي كانت ماشيه معايا كويس جدا، وانا كنت في الانترفيو حاسس بكده وانا بتكلم، الاسئله كانت في المتناول. اي نعم كانت صعبه وديتيلز وكل شويه كل واحد من الثلاثه عمال يرمي اسئله، بس كل الحاجات اللي انا كنت مذاكرها الحمد لله ربنا وفقني. حتى بعد ما خلصت الانترفيو كنت حاسس ان انا اكسبتد من قبل حتى ما حد يقول لي حاجه، انا حاسس من جوايا. بس ساعتها كيني قال لي تمام، احنا بس محتاجين لسه عندنا كام كانديديت تاني، كام حد يعني هنشوفه النهارده بعدك. فعلى العموم يا ادم لو انت اكسبتد استنى مكالمه او ايميل من جزيب الاتش ار بتاع هواوي. شكرا ليك يا ادم. شكرت كيني وشكرت الاثنين التانيين وخدت بعضي ومشي. الانترفيو كان يوم الاربعاء 18/7، يوم الجمعه 20/7 لقيت جزيب الاتش ار بتاع هواوي بيكلمني، ايوه يا ادم ازيك، مبروك انت اكسبتد معانا في هواوي. وكيني كان مبسوط منك جدا في الانترفيو، هبعت لك ايميل دلوقتي بكل الدوكيومنتس الاوراق اللي انت محتاج تبعتها علشان تثبت انك مقيم قانونيا هنا في البلد يعني، ومعاك الفيزا يعني معاك البي ار الاقامه باسبورك والفيزا وكده. يا ريت تبعت لي النهارده كل الحاجات دي عشان اخلص موضوع تعيينك بسرعه جدا. قفلت معاه وبعت له كل حاجه وخلاص الموضوع بقى مساله وقت بقى، انا واقف بس على الكونفيرميشن وان يبعت لي العقد امضيه بس كده. ولكن للاسف من ساعتها اسبوع عدى مفيش اي حد حاول يتواصل معايا، مفيش اي مكالمه ولا اي ايميل من هواوي ولا الهوا. الدنيا نامت خالص ساعتها، حتى امان اللي انا كنت متعشم عليه ان هو يجيب لي وظيفه وخلاص انا متعاقد معاه في 5 والعقد هيخلص شهر 8، فكنت متوقع حتى ان هو خلال اخر شهر في العقد دوت اخر 7 واول 8 يحاول يبعت على قد ما يقدر عشان يجيب لي شغل عشان ياخد النسبه اللي احنا متفقين عليها. بس للاسف ساعتها الماركت كان نايم تماما، هو حتى المكالمات اللي كانت بتجي لي من الناس اللي هو بيبعت لي عليها قلت تماما، وانا ساعتها ما كنتش عارف اعمل ايه. يوم 30/7 لقيت في ايميل مبعوت لي من الانستراكتور بتاعت الكورس بتاع الجوب سيكر دوت في التيف، اسمها كاسي بيركنز استراليه، بتقول لي في مواعيد الكورس وانه هيبدا اول اغسطس. رحت مبنى التيف دوت اول يوم في الكورس بتاع الجوب سيكر دوت، لقيت ناس هناك وشفت ناس من كل حته من كل الجنسيات، وبكلامي معاهم اكتشفت ان في ناس منهم لسه واصله من يوم مثلا ولسه جايه تحضر النهارده اللي هو تاني يوم وصولهم، وفي ناس واصله مثلا بقالها اسبوع 10 ايام او شهر بكتير جدا لاستراليا. كلهم كانوا مستغربين جدا لما عرفوا ان انا بقالي هنا حوالي 6 شهور كاملين ولسه جاي اخد الكورس دلوقتي. كلهم كانوا بيسالوني ليه اتاخرت كل ده والفتره دي كلها عشان تحضر الكورس ده، والكورس ده اصلا معمول فور فري ببلاش ومعمول للناس اللي لسه واصله استراليا كمهاجرين عشان يساعدهم ان هم يلاقوا شغل ويعملوا السي في بتاعهم، ايه اللي خلاك تتاخر الفتره دي كلها ان انت اصلا تحضر كورس زي ده
وببلاش كمان. قلت لهم ما كنتش اعرف اي حاجه للاسف عن التيف دوت، ولا كنت اعرف اي حاجه عن الكورس ده خالص. كل ده عشان كنت انا مستعجل جدا ومتصربع ان انا اجي هنا استراليا بمجرد ما جات لي الفيزا من غير اي تحضيرات ولا اي ترتيب. كنت بس متصربع وهموت ان انا اجي هنا استراليا اول ما جات لي الفيزا. لا حضرت كويس ولا رتبت الدنيا كويس، وعشان كده لبست في الحيطه هو عانيت لمده 6 شهور عشان اعرف الاقي اول شغل في مجالي. وقضيت فتره من اصعب فترات حياتي اما كانش فعلا اصعبها. وانا قاعد في الكورس مفيش بعد نص ساعه بالظبط من وقت الكورس ما بدا، لقيت تليفوني بيرن. طبعا جريت لبره على طول اشوف مين. لقيت حد ريكروتر كده اسمها بام بتكلمني عن فيكنسي انا باعت عليها في شركه هنا اسمها تيلسترا. في استراليا في 3 شركات للمحمول، زي ما في مصر كده في اورنج واتصالات وفودافون، هنا في فودافون واوبتس وتيلسترا. الريكروتر دي قالت لي انا اسفه جدا على الشورت نوتس دي يا ادم، بس تيلسترا محتاجين حد ضروري، واللي كان اكسبتد وهيتعين اعتذر في اخر لحظه، وانا بعت لهم السي في بتاعك لما لقيتك باعت، بعته لهم دلوقتي، وهم عاوزين يعملوا معاك انترفيو النهارده لو امكن. قلت لها انا ما عنديش اي مشكله اكيد، بس انا النهارده عندي كلاس وكورس في التيف على كورس انا باخده هناك. قالت لي مفيش مشكله، احنا ممكن نظبطها اونلاين زي كونفرنس ميتنج كده على زوم او جوجل ميت اب او اي حاجه هنظبطها يعني. هل ده يناسبك؟ اكيد، بس هي خلاص شكرا، تمام جدا يا ادم، هبعت لك الديتيلز دلوقتي حالا على الايميل، واسفه مره تانية على السربعه دي والشورت نوتس دي، مع السلامه. خلصت المكالمه ودخلت الاوضه اللي فيها الكورس اللي انا بحضره دوت، ومجرد ما دخلت كاسي اللي هي الانستراكتور بتسالني ايه يا ادم كله تمام في حاجه؟ قلت لها انا عندي انترفيو كمان ساعتين يعني. قالت لي طيب جود لك مبروك يعني، احنا لسه النهارده اول يوم اهو. ساعتها كل الناس اللي حواليا اللي قاعدين معايا في الكلاس يعني كله كان عمال يبص لي ويضحك وكده ويبارك لي ويهنيني كاني كسبت جايزه. جت الساعه 11 وعملت الانترفيو، كان اسهل كتير من الانترفيو بتاع هواوي، والحمد لله برضو ربنا ساعتها كان موفقني. وانا كمان عشان كنت لسه مذاكر اصلا من اقل من اسبوع الانترفيو بتاع هواوي ده، فالدنيا كانت ماشيه معايا تمام جدا. خلصت الانترفيو مفيش ساعه بالظبط لقيت بام الريكروتر بتكلمني، اهلا يا ادم ازيك، الانترفيو كان حلو جدا والناس في تيلستر مبسوطين من الاداء بتاعك في الانترفيو يعني، وعايزينك تبدا معاهم بسرعه جدا. طيب هايل قوي، شكرا جدا ليك. تيلستر هي اكبر شركه اتصالات هنا مملوكه من الحكومه والجيش، فاني ابدا الكارير بتاعي فيها واشتغل فيها كبدايه وانا لسه ما بقاليش 6 شهور واصل ومن غير اي لوكال اكسبيرينس، ده كان حلم اكيد. وكنت بسال نفسي مين الغبي اللي اعتذر بعد ما اتقبل وعشان كده كلموني انا بداله يعني اعمل انترفيو. وعرفت اجابه السؤال ده لما لقيت بام الريكروتر في نفس المكالمه بتقول لي ان العقد هيبقى بس 3 شهور مع تيلسترا، وان انت لو ادائك كويس وان هم انبسطوا من شغلك يعني، وكمان المشروع احتاج تمديد للعقد، ممكن ساعتها نبقى نعمل عقد جديد ب 3 شهور او 6 شهور، هل ده يناسبك يا ادم؟ قلت لها ماشي خلاص مفيش مشكله، اهي كبدايه. قلت ساعتها لنفسي ب 3 شهور مفيش مشكله، بدل ما انا قاعد ما بعملش حاجه. المرتب طبعا كان كويس جدا لان 3 شهور، فالطبيعي ان هم بيحاولوا يعوضوك ان العقد قليل فبيدوك فلوس اكتر شويه. وقلت لنفسي ساعتها اوكي انا كده هكسب، هبقى كسبان، هبقى اشتغلت في مجالي وهبقى اتعلمت حاجات عن البلد والماركت وكل حاجه، وكمان هبقى اخدت اللوكال اكسبيرينس اللي انا ما كنتش عارف ايه هي اصلا. فقلت لنفسي خلاص مفيش مشكله، قلت لها تمام انا ما عنديش اي مشكله هشتغل 3 شهور. وبعد كده قلت لنفسي بقى ربنا ان شاء الله يسهلها يعني ويفرجها بقى من عنده. قالت لي خلاص تمام هايل جدا، هخلص كل الاوراق على اليومين الجايين دول وهبعت لك العقد خلاص تمضي. قفلت معاها وقلت لنفسي سبحان الله، من كام يوم بس ما كنتش لاقي شغل خالص في مجالي، ولكن في اقل من اسبوع عملت انترفيوهين في 2 من اكبر شركات الاتصالات اللي موجوده هنا في استراليا. مش بس كده، ده انا كمان كنت اكسبتد وهم عايزيني معاه، وبعتوا لي 2 جوب اوفر مش واحد كمان، وانا دلوقتي اللي بفاضل ما بين الشركتين دول عشان اختار منهم مين الانسب ليا. طيب تيلسترا ولا هواوي؟ انا عايز هواوي، الشركه دي هنا عندها مشاريع كتيره جدا واكيد العقد هيكون اكتر من 3 شهور مش زي تيلسترا. بس تيلسترا بعتت ليا العقد وفاضل بس ان امضيه، ولكن هواوي لسه. طب اعمل ايه؟ في محاوله اخيره بعت ايميل لجزيب الاتش ار بتاع هواوي اساله ايه الدنيا، انا ما جاليش اي حاجه ولا اي حد كلمني او بعت لي العقد امضيه، هل انا تمام ولا لسه بقى خلاص مش اكسبتد خلاص وانتوا لقيتوا حد تاني، اشوف انا حالي بقى ولا اعمل ايه؟ وساعتها رد عليا انهم لسه مستنيين الابروفل الاخير من السي او بتاع هواوي، وانه هيحاول يرد عليا بالكتير بكره. طبعا انا كل ده عمال اماطل مع بام الريكروتر بتاع تيلسترا، وعمال اخر ان انا ارد عليها بالاوراق اللي هي طالباها مني وابعت لها نسخه العقد اللي هي بعتته لي امضيه، عمال اخر وماطل كده يوم عن يوم لحد ما اشوف الدنيا مع هواوي هيحصل فيها ايه اصلا. يوم الثلاث 7 اغسطس 2018 بعد تقريبا 6 شهور من وصولي هنا استراليا، جالي اخيرا اول عقد رسمي بقى كباكج امضيه في هواوي. العقد كان مدته سنه قابله للتجديد. مضيت العقد وبعته وقمت على طول مكلم بام
الريكروتر واعتذرت ليها على الاوفر بتاع تيلسترا. طبعا كانت متضايقه جدا وقالت لي انهم كده ممكن يحطوني في البلاك ليست، لاني قلت اوكي وبعد كده رجعت في كلامي. بس انا ساعتها ولا كان فارق معايا، انا معايا عقدين، واحد منهم 3 شهور والتاني سنه، اكيد انا هختار العقد اللي مدته اطول. قفلت معاه وعلى طول كلمت امي، ماما انا خلاص جالي العقد رسميا دلوقتي ومضيته، انا خلاص كده رسميا اتعينت في هواوي. المره دي انا توقعت اسمع مبروك بالتوفيق يا حبيبي، والله يا ابني فعلا كنت بدعي لك، الحمد لله ان ربنا استجاب لدعايا، بس المره دي اللي سمعته منها كان حاجه تانية خالص. اخيرا يا حيوان يا جزمه، 6 شهور وانا قلقان عليك وعماله بعيط كل يوم على اللي انت عملته فيا وفي نفسك، ده ربنا وحده كان عالم بيا الفتره اللي فاتت دي انا كنت عايشه ازاي. امي كانت منهاره فعلا وقتها، وانا ماسك التليفون مش مصدق اللي هي بتقوله، ازاي انا ما خدتش بالي الفتره دي كلها، الست شهور دي كلها، من ان هي حاساه دوت وان هي بتعيط كل يوم، ازاي انا ما خدتش بالي واحنا تقريبا بنتكلم حرفيا كل يوم. ساعتها سالتها طب وما قلتيش ليه يا امي اللي انت حاساه دوت كل يوم، احنا بنتكلم كل يوم، ليه ما قلتليش؟ قالت لي يا ابني انت كنت في ايه ولا في ايه، مش كفايه المشاكل اللي عندك هشيلك هم كمان، انت في ايه ولا في ايه؟ قالت لي المهم خلاص انت الحمد لله ربنا وفقك وربنا الحمد لله استجاب لدعايا، مبروك خلاص كده، بس اعمل حسابك ان انت مجرد ما تمشي في الشغل ده شويه وتقف على رجليك ان انت هتبعت تجيبني عندك، انا مش هستحمل خلاص يا ابني ان انا اعيش بعيد عنك تاني كده، انت مالكش غيري وانا ليا غيرك، اعمل حسابك اول ما تقف على رجليك تاخدني عندك اعيش معاك، انا مش عايز اعيش بعيد عنك تاني. قلت لها والله يا امي ان شاء الله ده اللي هيحصل، ادعي لي بس ان شاء الله ربنا يوفقك. بعد كده كلمت استاذ ابراهيم اللي انا كنت شغال عنده في المحل بتاع السيتي، قلت له ان انا الحمد لله جالي شغل في مجالي وشكرته جدا على الفتره اللي انا اشتغلتها عنده دي. وكمان بعت لكاسي الانستراكتور بتاعه الكورس بتاع التيف دوت اشكرها واعتذر ليها اني مش هقدر اكمل الكورس عشان الحمد لله لقيت شغل في مجالي، وردت عليا الف مبروك وطلبت مني اني ممكن كمان ابقى اجي اتكلم عن تجربتي بقى بعد فتره لما استقر بعد كده في شغل. رحت اول يوم بقى المبنى بتاع هواوي ومبسوط جدا ان انا اخيرا بقى هبدا اشتغل في المجال بتاعي، كنت حاسس بقى ان الدنيا اخيرا خلاص بدات تضحك لي، ولكن لم يكن يدري ان فرحته لن تكتمل.